وخلينا نطير لصالة رقم 3 في استاد القاهرة، ومراسلنا من أرض الملعب محمد فاروق وفاروق صلاح، أنا آسف، فاروق صلاح ومريم سميح، عشان يقولنا الأجواء داخل الصالة لما هو قبل مباراة القمة. اتفضل يا فاروق. طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام كابتن نشأت طلعت والكابتن كريم جمعه، برحب بالزميله العزيزه مريم سميح، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ليله جديده من ليالي الديربي الاهلي والزمالك، والجوله الثالثه او المواجهه الثالثه ما بين الفريقين هذا الموسم بعد فوز النادي الاهلي في المواجهتين السابقتين ب 3-0 في صاله نادي الزمالك و 3-1 في صاله النادي الاهلي. جوله جديده بتتجدد يا مريم هنا على صاله استاد القاهره، ومواجهه الاهلي والزمالك دائما مواجهه جماهيريه من المقام الاول. مظبوط طبعا يا فاروق، لكن خليني الاول ارحب طبعا بيك يا كابتن هيثم، ارحب طبعا بضيوفك الكرام كابتن نشأت طلعت وكابتن كريم جمعه، وارحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن الفرقتين داخلين معنوياتهم عاليه يعني لهذه المباراه، يمكن كمان لان هم سواء الاهلي او الزمالك كسبوا كل او يعني الست جولات الماضيه. طبعا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي كسب امام طبعا سبورتنج، الطيران، بتروجيت، سموحه، طبعا يعني طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، ويمكن الاهلي دخل بالعلامه الكامله كسب كل هذه المباريات بنتيجه 3-0 طبعا باستثناء طبعا يعني الاتحاد السكندري او عفوا سموحه كان 3-1 وطلائع الجيش او مباراه امس كانت 3-2. الحقيقه يعني استعدادات مباراه اليوم كان الجهاز الفني يمكن كانت كل التمرينات كانت موجوده هنا على صاله 3 باستاد القاهره. يمكن يعني امبارح ما كانش فيه فرصه قوي ان هو يكون تمرينات قويه طبعا يا فاروق، كانت كلها تمرينات استشفائيه او ريكفري طبعا استعدادا لمباراه الزمالك. ايوه هي مباراه قمه، ولكن يعني في الاول في الاخر هي مباراه تحصيل حاصل، علشان كده يمكن الاستعدادات ما كانتش قويه قوي، ويمكن كمان يعني مش هيفرق في الترتيب سواء الاول او الثاني بغض النظر طبعا عن نتيجه النهارده. هيكون طبعا زي ما احنا عارفين في طبعا قرعه ل يعني اول اربع مراكز ومن الخامس للثامن ايضا، وده اللي هنشوفه خلال الفتره المقبله. يمكن عايز اتكلم كمان يا فاروق عن فكره الاحماء، يمكن عمليه الاحماء بدات يعني يمكن من الشوط الاخير ما بين سموحه وبتروجيت، كانوا نزلوا يعني ارض الملعب يعني ما انتظروش حتى الى ان تنتهي المباراه، وزي ما احنا شايفين طبعا من خلفنا عمليات الاحماء بدات قبل يعني بدء المباراه بدقائق قليلة. بالظبط يا مريم، يعني استكمالا لكلام الزميله مريم كابتن هيثم، خلينا نوضح المرحله القادمه ايه. طبعا خلاص اتحسم الاربع مراكز الاولى، الاهلي، الزمالك، وطلائع الجيش، وسموحه. هيتم اجراء قرعه بالنسبه للاربع الفرق من الخامس للثامن، هيشوف كل فريق هيلعب مين من الاربعه الاوائل. دي المرحله اللي هتتم خلاص يوم يعني القرعه تكون يوم الاحد القادم. لكن خليني اكلمك بقى على الفتره القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا هيكون يا مريم انطلاق بطوله السوبر اللي هتجمع النادي الاهلي، اول مباراه يوم 8 ان شاء الله 8 فبراير هتكون امام نادي الاتحاد السكندري، ثم المباراه الثانيه امام فريق طلائع الجيش يوم 9 فبراير، ثم المباراه الثالثه هتكون امام نادي الزمالك يوم 11 فبراير. دي هتكون يا كابتن هيثم مرحله ترتيبيه من الاول للرابع، ثم بعد هذه المرحله الاول هيلاعب الرابع والثاني هيلاعب الثالث في مباراه الدور نصف النهائي اللي هتكون يا مريم يوم 12 فبراير، ثم المباراه النهائيه هتكون يوم 13 فبراير. مرحله مهمه جدا، تحديات كتير جدا لعبت النادي الاهلي، الحماس اللي احنا شايفينه يا مريم النهارده على وجوه اللاعبين. طبعا يا كابتن هيثم هي مباراه ديربي، انت عارف يعني اجواء المباراه سيطرت وسياده الماسترز لعيب النادي الاهلي طبعا على المواجهات السابقه بتدي طموحات. شايفين الجماهير الموجوده، الجميع النهارده بيثق طبعا في لعيب النادي الاهلي. كابتن ميدو مصلحي كلامه وحديثه مع اللاعبين، نعتقد يا مريم مرحلة مهمة جدا، لكن لاعبي النادي الاهلي دايما على قدر المسؤولية. طبعا زي ما احنا كمان شفنا يمكن يا فاروق خلال الفترة الماضية كان في يمكن شوية قلق يمكن من المباراة الأولى، على الرغم ان هي كانت على صالة نادي الزمالك، ولكن الحقيقة ان الماسترز قدروا ان هم يحققوا فيها الفوز النهاردة. ان شاء الله اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق وان هم يكملوا العلامة الكاملة اللي الحقيقة حققوها في الست جولات الماضية. خليني يعني اخيرا يا كابتن هيثم انقل لك برضو بعض من الاجواء هنا. الحقيقة ان في حضور لبعض من رموز النادي الاهلي في مختلف الادارات، وطبعا على راسهم يعني مجلس الاداره حاضر منه طبعا السيد عمرو فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، حاضر ايضا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، وحاضر الاستاذ محمد يوسف رئيس شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، ويمكن كمان يعني
يعني خليني اختم كلامي بالاصابات اللي موجوده. الحقيقه ان احنا كانت صفوفنا مكتمله الى يعني امبارح، يمكن كان مباراه طلائع الجيش اسفرت عن اصابه واحده طبعا يعني، واصابه هامه طبعا اكيد في صفوف الفريق، وهي عبد الله عبد السلام. الحقيقه ان هو اصيب بسبرين انكل في مباراه طلائع الجيش، يعني يمكن هتستغرق اصابته من 3 لـ4 أيام حتى يعود مره ثانيه للقائمه. خليني بقى اقول لك يعني يمكن اصابات نادي الزمالك، الحقيقه ان كان عنده اصابات خلال الفتره الماضيه، ولكن هو داخل النهارده بالقائمه كامله. يمكن رجع كمان رضا هيكل، احمد يوسف ومحمد مصطفى لعبه. الحقيقه ان هم الثلاثه كانوا بيعانوا من اصابات خلال الفتره الماضيه، ولكن الحقيقه ان هم رجعوا مره ثانيه للقائمه وداخلين ايضا القائمه كامله النهارده. يمكن دي كانت كل المعلومات طبعا من داخل صاله 3 باستاد القاهره فيما يخص طبعا مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك او ماسترز النادي الاهلي وطبعا يعني رجال طايره الزمالك. نشكرك جدا يا كابتن هيثم، مستمرين معاك طبعا يعني حتى نهايه هذه المباراه. طب معلش يا فاروق، يمكن انت لو سامعني دلوقتي يا فاروق، كنت عايز استفسر عن الحضور الجماهيري، هل كان في لسته من اتحاد الكره الطايره بالحضور، ولا هو مقتصر على يعني الاسر اللاعبين، ولا الحضور؟ انا شايف طبعا في خلفيه في المدرجات حضور بعض الجماهير لمتابعه المباراه، مش شايف يمكن المدرجات الثانيه فيها مين، ولكن هل ده نتيجه لسته تم اعتمادها من الاتحاد، ولا الحضور بناء على ايه؟ لا خليني طبعا يا كابتن هيثم اكد لك طبعا ان في لسته طبعا مبعوثه من يعني الجانب الحضور من جانب النادي الاهلي، ايضا جانب الحضور من جانب نادي الزمالك، لكن بعض الجماهير اللي موجوده هنا اولياء الامور وايضا يعني لاعب الفرق اللي كانت موجوده في المباراه قبل مباراه الاهلي، سواء لاعبي سموحه لاعبي بتروجيت ايضا مع اولياء امورهم، لكن الحضور الجماهيري بيقتصر طبعا على القائمه المرسله من الجانب النادي الاهلي 25 فرد طبعا زي ما قلنا في معالي الوزير نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي زي ما قالت الزميله مريم الاستاذ العنبي فاروق، الى جانب كابتن خالد العوضي ولفيف من حضور من جانب المسؤولين في النادي الاهلي، طبعا وجود بعض اولياء الامور من كلا الفريقين، لكن الحضور الجماهيري اللي احنا شايفينه زي ما قلنا كابتن هيثم وضحنا ان هو طبعا لاعبي الفرق اللي كانت قبل هذه المباراه سواء سبورتنج الطيران سموحه بتروجيت، لكن يعني دي كل الاجواء. عايز اكلمك برضو عن التنظيم، تنظيم اكثر من رائع طبعا. مباراه الاهلي والزمالك انت عارف دايما مباراه بتحظى باهتمام كبير جدا على الجانب التنظيمي وعلى جانب يعني الجانب التنظيمي والجانب الامني، الجميع النهارده لا يدخر اي مجهود في تقديم مباراه تليق بالقطبين الاهلي والزمالك. ومريم يعني يمكن انا بشكركم كمان، انتوا واقفين في يعني زي ما بيقولوا في مرمى الارسالات، فالكور جايه وراكم يعني بقوه كبيره، فانا بشكركم شكرا جزيلا فاروق صلاح زميلي العزيز ومريم سميح، غطيتوا لنا كل ما يمكن ان يقال قبل انطلاق المباراه، بشكركم شكرا جزيلا. يمكن